هدف مرفوض لبدر الكشاني لاعب فريق النادي القنيطري، هل كان في موقع تسلل أم لا؟ نتابع الحالة وطبعا سنأخذ رأي كل من، نبدأ بك سي حسن خونات. الحالة واضحة، ليس هناك تسلل. لاعب كشاني خرج من وراء ظهر المدافع، ثاني آخر مدافع، حالة سليمة. مع الأسف كان القرار ديال الحكم المساعد الثاني مجانب للصواب. إذا ما كانش موفق تقول في هذه الحالة سي عادل، واش نفس الرأي ولا عندك رأي؟ لا أعتقد أن الكل سيتفق على أن الحكم المساعد قد أخطأ التقدير في رصده للتسلل، على اعتبار أنه بالإعادة وإلا وقفناها كنشوفوا بأنه سوء التمركز ديالو أو التموضوع ديالو مع ثاني آخر مدافع خلاه أنه يحتسب المخالفة وهي ما كاينش تسلل.